ألم يوقع؟ فعلا لم يوقع. من دون موافقته لا يمكنك الزواج من سانتياغو دي لونو. لا قيمة لزواجك. Entonces, ¿en el esto hermana de Santiago del Olmo? لا. هكذا؟ خدعني المحامي إذن. سانتياغو ديل أولمو استخدم المحامي ليستغلك في خطته. يبدو أن الأمور لم تسر بشكل جيد وكل شيء ذهب سدى. لست أرملة سانتياغو ديل أولمو ولن ترث فلسا واحدا من ثروته. تقبلي الأمر يا أمي. من أنا؟ لا، أنت واهمة ديغنا. لقد خسرت جولة ولم أخسر الحرب. أمي لا ديغنا، لا، لا تتوقع مني أن أستسلم لرجل ميت. لا لا، عندي من الذكاء ما يمنع تلك الدخيلة من سلبنا ما هو حقنا ولنا وحدنا، ولن أقبل أن يشاركنا به أحد. إلى أين تذهبين؟ إلى المكتبة لأستجمع أفكار وأهزم تلك الدخيلة اللعينة التي استخدمها سانتياغو ليستمر بإذلالنا. مع محامي جيد يمكنني استعمال هذه لبعض الوصية. ما هذه الأوراق أمي؟ رسائل من فيليبي والد سانتياغو موجهة إلى والدك، وثائق موقعة لصالحه، وصيته التي تجبره على الاهتمام بنا. لكن تذكري الآن ثمة زوجة بائعة نصيب. ستدفع الثمن وما إن تفتح الوصية حتى أشن حرب على تلك اللعينة. لا بأس، لا بأس إن خدعوني، لكن المحامي أعطاني مبلغا كبيرا أنفقته على الإيجار وسددت ديني للصوص ولمعهد روزاريو، فهو ما سيخسر لأنني لن أعيد له المبلغ. ألا يهمك الميراث؟ صراحة ليس كثيرا. كيف لي أن أعرف أن خورخي لويس ابن عمي سانتياغو؟ ابن عمه وريثه. أشعر بالسعادة لأنني لم أمس الميراث، علما أنني قررت تسديد الدين وتحويل الثروة كلها له. حقا ماريا مرسيدس؟ أكيد، أكره الميراث وأتمنى أن أحوله كله إلى خورخي لويس كله. أصادقة أنت؟ مؤكد يا رجل؟ قل لي، تلك الأنيقة والمغرورة التي ترافقه والتي تتبرج كنجمة تلفزيونية، من هي بالنسبة له؟ عليك إبلاغ خورخي لويس لترى إن كان موافقا. لا يهمني إن وافق أم لا، لكن أمي، تعرفين أن أخاك جاهل في هذه المسائل. لكنه الرجل في البيت، إنه رب العائلة. سيصبح رجلا مهما، لكنه فاشل في أمور الدس والشر والتآمر، وأنا يا ابنتي قمة في هذه الأمور. قلت لك ميستيكا مجرد صديقة. أليس متزوجا منها؟ لا، خورخي لويس حر وغير مرتبط. قل لي خورخي لويس أن ينام على حرير، إن كان المال له فلن أخذه منه. لكن أنت بحاجة للمال؟ أوه، لو تعرف كم أحتاج هذا المال. أعمل ليلا نهار لأجني ما يسد رمقنا. لكن اطمئن، يا للورطة، سأموت من الإحراج أمام الجيران. لماذا؟ لم أترك أحدا إلا وحدثته عن ثرائي القريب، وتبخر الحلم فجأة. لكنك ستنالين حصة. لا، إن كان المال لخورخي لويس فلا أريد فلسا واحدا. الفلس الواحد قد يدفعه إلى الاعتقاد بأنني أطمع بماله. خورخي لويس سيقدر ذلك.
وأنا ممتنة له أيضا. تبرع بدمي لأخي، أتذكر؟ الرجل طيب جدا. نعم أعرف. حسنا، إلى اللقاء وشكرا لإصغائك. لا تستطيع أن تأتي إلى منزلنا ساعة تشاء. بالتوفيق ماريا مرسيدس. شكرا. إلى اللقاء. يا للقحاحة، لقد أمضيا وقتا كافيا وهما بمفردهما. والآن شونيتا، عرفنا مصدر مال ميتشي. يا لغبائي، أين سأختبئ الآن منهم؟ يا لي من ثرثارة، سأصبح أضحوكة للجميع. أقابلتها؟ طبعا، اسمع، وعدت بالتفاهم معها ففعلت. والنتيجة إذن؟ لا شيء تخشاه، ماريا مرسيدس لن ترث أبدا ابن عمك سانتياغو. الماتريمونيو no es válido. ¿Por qué? Hicieron معاملة خطأ. لا، فسانتياغو ومحاميه ليسا مغفلين. مع أنك لا تصدق، أؤكد لك أن الزواج باطل. ماريا مرسيدس ليست زوجة أو أرملة سانتياغو ديل أولمو. اقتنع بأن هذا الزواج باطل لأنها قاصر. قاصر؟ نعم، لم تبلغ 18، تزوجت من دون موافقة أبيها أو أمها، لذا فإن الزواج حتما باطل وغير معترف به. وصل سيباستيان أوردونيل. لم تقولي إنه آتٍ. لأني لم أكن أعرف، لم ينبئني في اتصاله الهاتفي، لكنه هنا. طيب، سأقابله. كوني حذرة مثلك. اطمئني عمتي باس، أعرف بالضبط ما سأقول له. ميستيكا، أنت جميلة. كيف حالك سيباستيان؟ اجلس، شرفتنا بزيارتك. أتيت أعرض اقتراحا. حقا؟ تفضل. علي السفر إلى اليابان، سنغافورة، تايلاند، وآمل أن ترافقيني. ما رأيك؟ أصبح الآن لديك برهان لإبطال الزواج. هذا الزمن الرديء. لكن دعني أضيف شيئا، ماريا مرسيدس فتاة بسيطة وطيبة جدا وعاجزة عن حبك المؤامرات. أحقا؟ لقد خدعها سانتياغو والمحامي. أرجوك ريكاردو، لا تكن مغفلا. بلى، خدعاها. تصور لم تظهر تأثرا عندما أبلغتها بطلان زواجها وطيران الثروة من يديها. تظاهرت باللامبالاة. لا خورخي لويس، تأملتها جيدا، راقبتها بدقة، فوجدتها فتاة جاهلة ساذجة. لما تدافع عنها؟ عيناها تفيضان صدقا.